أنا عندما كنت أدرس اللغة الروسية كان الأستاذ ينصحنا بأن نشاهد أفلام باللغة الروسية لكي نتعلم اللغة. هل هذا هو نفس الشيء بالنسبة لكم عندما تتحدثون عندما تتعلمون اللغة العربية؟ نعم نفس الشيء، لأن حوار بين اللغة وبين ثقافة هذا مهم جدا، واستفادة من هذا الحوار يعني صحيح في التطبيق العملي. أيوة في التطبيق نعم. العملي نعم. هل شاهدتي أفلام مصرية من قبل؟ شاهدت نعم شاهدت جزء من واحد فيلم عربية اسم الرصاصة لا الرصاصة لا تزال في جيبي. نعم. نعم. هل تعلمين من هو بطل هذا الفيلم؟ هو الممثل الشهير المصري ممثل مشهور نعم محمود ياسين. محمود ياسين صحيح. نعم. هذا الفيلم عن حرب أكتوبر 73. نعم. 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 إذن شاهدت الرصاصة لا تزال في جيبي. نحن نشاهده كل عام في شهر أكتوبر في ذكرى مصر. نعم هذا الفيلم. نعم. طيب وأنا كمان سأشاهده إن شاء الله.